ارحب بكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الاعزاء، كاين السي مصطفى فاعل جمعوي مقيم في بلجيكا. السي مصطفى، شنو هو التظاهره الرياضيه ديال الملاكمه تنظم جمعيه عثمان ولا جمعيه محمد علي ولا جمعيه الريف للملاكمه ديال النظام انها نسفت ايديسين مشاركه ابطال، طبعا ابطال المغرب ولا ابطال يتغيسن زقليم. السلام عليكم. بعدا نتشكر موقع نادر سبورت خل المبادره يا خطتيه يكا لجمعيه عثمان والجمعيات الاخرى ينظمن المسابقه. يا نشوف سي غدا يلا الضغط عاد وبليجي خصها الحضاره ديال المسابقه يا ميمي ايجن جن مسابقه الصباح تشنا زائد ديس ابطال عالميين ديس حضان الوغ تسكرج الميساج البوبليك نونافا مرحبا بكم. قاد الدخول يمكن يكون الدخول بالمجان يخسى اتيري القاعه ان شاء الله تيري تعمى والف الف مرحبا بكم. سي مصطفى، يعني ربما التظاهرات ديال الملاكمه طغوا واحد التمتشات وغا صافي يعني مش يعني ما بوذا غاتمشي الاشعاع هي الرياضه ديال مدينه النظام يعني العوده لتنظيم التظاهرات هذه. ايوا سي نورمال قال الملاكمه قد تبقى الرقم الثاني ديال دي الرياضه غواني كره القدم قال كره القدم ديال الملاكمه. الوغ الملاكمه زمان نخدمش اجل الاشعاع يثنين النظار غنغدسن ابطال عالميين من بينهم مصطفى الخصوم من بينهم مدرب ريكو الطاس 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 حرامني دغياسن الحضان ديال الملتقية يغير نظم عثمان وشن الشرف نشتي غيسن حضا عاونت عاونت بنا موز ما يسنجم اللقاء يخصا غيسن في البصمه غيسن حضا ان شاء الله. والله الا سي جيبيلجيك قصغت بيتي ثلاث ايام الحضاغ العقبة الشغف اني بوركي تو غادي جون طون تقول كيك بوكسي كران شين الشغف اني اللقاء احسن حضاغ باس نفرج. اوراني كاس مصطفى تشكا نادور سبورت تغطيه الناس وان شاء الله انا مرقام ذي القاعه نهار السبت ان شاء الله 25. نرحب بك. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الاعزاء، كاين غدا طبعا الفاعل الرياضي وعضو والمكتب المسير لفريق فتح الناظور واحد مؤسسي فريق الفتح الرياضي الناظوري عمار بن عمار انا باش نجيب التصريح التظاهره الرياضيه تجان تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه وبالتنسيق والتعاون مع عصبه شرط الملاكمه تنظم جمعيه عثمان وجمعيه محمد علي للملاكمه وجمعية نهضة شباب الريف للملاكمة التظاهرة دولية في رياضة الملاكمة ضيف الشرف النسخة الأولى دولة ألمانيا في جموار السي بن عماش كفاعل رياضي تنظيم تظاهرة رياضية تمقرنت ذي الحجم ونتاع ديال الرياضة الملاكمة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا خلي قايا ونتاع تبارك الله عليك السي محمد. تما ربدا قشدي الميدان ربدا قشدي المرصاد يجن الفرحه تم قران يجن النظام قران وهذا يجن العرس ضم قران يخصنا ذكين ثومات عثمان نجيب عبد اللهوي يجن حاشث تم قران على رهن الاشاره كيس نبد يعني ديجن حاشث ثانيين وتغوا ديس نتفكرشا يعني الجمعيات الرياضيه اي غانغانيني ذكوينا ديال الاقليم يلاه بدا انت دفاقنت يلاه بدا ذكنا حتى الجمعيات انيني رخو يجن ذكوينا ذي الخفاء فما دفاقن استجيعتا يتقن ثومات عثمان السي نجيب الله يرحم ليهم الوالدين الله يجيب ليهم التيسير ان شاء الله وحنا معهم. فرصه السي بن عماين الشباب كيلعب الملاكمه ديال النظام حيت يمكن طبعا الاصدقاء انسن تيران دوك ليما ويجن حاجه عاوتاني خص تسنن الشباب انقضه نشين الملاكمه قد تغنغ ذي المستوى عالي ذي الوقت السبعينات ذي الثمانينات تغا تمثل اقليم الناظور ذي مريج اما فغند السنيان الملاكمون ذي مقرن يعلن ديجن الملاكم ضم قران على الصعيد العالمي يجن اللقاء عالمي ذي امريكا
السنية يعني نوا خواين جحشا يسقطني نسيج النقطة من بعد ديني تو غادي نيغ طاس نحرم من مري اذا غدي زيتي اذا غد يعني طاس يديني الملاكمون علال الى اخره يعني الملاكمون ديم قران موتشيتشا مصطفى تونينو الى اخره الى اخره ماشي غا الاضافه ولكن السفاقنا نغدا من جديد يعني باش انو يا غازات باش نسبيا يعني الاقليم الناظور ذيس الملاكمه وماشي غير الملاكمه مار لي ديسيبلين اني سبورتيف اني جان تغا تغانغ كيجن وقت نسمح ذيس انت ولكن نهار اجن حاش تم قرانت تقلنا اني نيثا وما عثمان ذا نجيب. مرحبا بكم جميعا. الجموارخ تظاهريا يتم ضم جمعيه عثمان وجمعيه محمد علي وجمعيه ريفي الملاكمه نهار السبت الذي ندير النظر غادي يشارك المنتخب المغرب والمنتخب الابطال طبعا يوسين زي الدوله الاوليمان في جمعيه تظاهريا الكبرى غادي تنظم هذه النظر تظاهره الصباح نجي عجبيه الطاس وتعجبيه سي عثمان مني كاج نحاج الصباح تما نحاج ديال النظر الصباح هذا سنيو دانزي برا الحضان ومن داش غير غاري هذا قد الصباح يزيد طافو واش يقال له ومن داش غير تشكاري صلاة عثمان جمعية عثمان محمد نسن وتشكاري غاري في كمر وتتاغن هان السفت ان شاء الله مارض حضان زي 25 انا حضاي الابطال النظار انا حضاي كلشي الابطال من اوروبا ما كودات كيش الاشعاعي النظار يعني تنظيم التظاهر بالنسبة ينش عجبان الحرطس بالنسبة ينش بعد اقي عجبان الحرارة يضي جنحاش الصباح ومين يقع عثمان يجنحاش الصباح الطاس تبقرت التظاهرات بحال هكا ديال الملاكمه مزيانين في البلاد خصوصا المانيا هكا ديال ولاد البلاد اللي كيترينيو في هذه الرياضه يكتسبوا تجربه جديده فهمتيني ويكتسبوا ثقافه فهمتيني وتنتشر اصلا الرياضه باش يعرفوا بلي المغرب راه هو كيعطي في هذه الرياضه ديال الملاكمه. انا كجمهور كيفاش يعني كتشوفوا تنظيم هذه التظاهره بالناطور؟ هاد بالناظور حيت ما قليل هاد الشيء فهمتيني الملاكمه في الناظور وكيما داروا بحال التظاهر هكا فهمتيني غادي توسع الثقافه ديال الرياضه بين حتى الناظور عنده مواهب في جميع الرياضات ماشي حتى واحد الاشعاع ناظور هاد التظاهر ان شاء الله يكون خير هادي ان شاء الله كان تيخوف ولاد المدينه وا ضروري ان شاء الله غتكون الناس اللي بغاو يحضروا نقول لهم مرحبا بكم تفرجوا وساندوا ولاد المدينه ديالكم ضد المانيا. نرحب بكم جميعا